كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول هند الصبيح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سوف يبدأ الفريق المختص بتعويضات المواطنين في استقبال طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا على الهاتف هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية. بداية معالي الوزيرة، نشكر لكم هذه البادرة الجميلة في تعويض المواطنين عن الأضرار التي نجمت عن سوء الأحوال الجوية في الفترة السابقة، ونريد أن نسألكم بداية عن لجنة التعويضات التي تم تشكيلها وحضرتك طبعا رئيسة هذه اللجنة. ما هي طريقة عملها وفي تحديد طلبات استقبال المواطنين الذين تعرضوا إلى خسائر جراء موجة الأمطار؟ مساك الله بالخير وحياكم الله. اللجنة العليا لها عدة فرق، أحد الفرق اللي هو عاين الأضرار بالنسبة للمنازل التي تضررت، وكذلك لجنة الفريق الثاني اللي هو للتعويضات. أعلننا اليوم أنها نستقبل التعويضات من يوم الأحد في مقر هيئة التعويضات في الشامية أو على موقع الإلكتروني لوزارة المالية. بعد استقبال هذه الطلبات ستكون هناك دراسة لهذه الطلبات مع سواء المختصين الذين كانوا يعملون في هيئة التعويضات أو من مختصين في التأمين على سواء قدم سواء كانت المركبة أو هل هو مثلا إذا كان المنزل صالح أو غير صالح وما هو البديل، كل هذه الأمور. لكن احنا مجتمعين إن شاء الله يوم الأحد بعد المغرب حتى ندرس هذه الطلبات، لأن في بعض الطلبات حتمية أن يتم المعالجة معها من قبل الحكومة حتى يعرض يوم الاثنين على مجلس الوزراء ونأخذ فيه. نعم معالي الوزير، يعني هل ستكون المدة في استقبال طلبات التعويض مفتوحة أم محددة؟ يعني احنا راح نستقبل من يوم الأحد. نعم. فاتحينها، ما حطينا يعني وقت معين، خاصة أن يعني في بعض الناس قد تكون مسافرة أو غير موجودة. بعد إن شاء الله مرور أسبوع منها راح نحدد وقت لطبعا إقفال هذه أو يعني المدة متى راح تكون إقفالها حتى نستطيع أن نقوم بالتعويضات. لكن إحنا الأولوية الحين مركزين على المباني التي غير صالحة للسكن وتحتاج إلى سرعة اتخاذ قرار فيها. نعم، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، شكرا جزيلا لك.